اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا المفروز. بنعتذر طبعا عن العطل اللي حصل لان الطريق كان صعب جدا جدا جدا، وحبيت اقول لكم ان بجد 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 كنت هزعل قوي لو ما طلعتش النهارده في الحلقه. المفروز زي ما قلنا ونرجع ونعيد ونزيد فيها، ويرجع كل راجل يسال هو ايه اللي ست مفروزه؟ يا حرام، هو انت ايه اللي فرسك يعني؟ ده انت زي الفل، واكله شاربه نايمه قايمه زي الفل، معززه مكرمه، والراجل اللي قايمك ومقعدك في البيت ومعايشك ومستتك ومعايشك احلى عيش. المشكله بقى ان انت زي ما انت بتقول كده، ده كل ده حقيقي. الست معززه مكرمه ده بجد، عايشه في بيت ما بجد، ليها زوج ربنا يخليه لها يا رب ويطول في عمره، حقيقي بيصرف عليها، بس زود بقى عليهم اكله شاربه وعليهم كنسه مسحه طبخه، بتربي عيال، بتدادي، بتداوي، ما شاء الله الست بتقوم بكل الواجبات. كل ده وما قلناش فيه اي حاجه، احنا يا عم راضيين، احنا راضيين، مفيش فيه مشكله. الواحده فينا قبل الجواز كانت بتدخل فله شمعه منوره يا عيني، مبتسمه ومبسوطه للحياه، وتلاقيها في الفرح الابتسامه ايه من ودن للودن زي ما بيقولوا، ما اصل هي مصدقه الوعود والاماني والحاجات كتير اللي كانت بتسمعها. ما تعرفش يا عيني ان اماني اختفت في ظروف غامضه، والوعود زي الوعود جه عليها النهار بتسيح، وكل الكلام الجميل اللي لو انت فاكره كده كنت بتقوله لنا قبل الجواز، وكل واحد كان بيسمعه لمراته ولخطيبته يعني في الوقت ده قبل الجواز، يا حبيبتي ده انا هشيلك في عينيا، هساعدك في كل حاجه، يا نطبخ سوا يا نجوع سوا، لما تخلفي لي ولي العهد مش هخليكي تشيلي ورقه من على الارض، ده انت هتبقي شمعه حياتي، ده انا هشيلك جوه عينيا وهحطي عليكي برموشي. فاكر؟ فاكر انت الوعود دي؟ فاكرها كانت حلوه ازاي؟ وكانت جميله ازاي؟ ويا عيني الغلبانه كانت مصدقه وداخله في الفرح مبتسمه، علشان خاطر هي واثقه ان كل الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي. بس اللي بيحصل بعد كده مش حقيقي خالص. الزوج بتجيله حاله كده من الزهايمر المتعمد، كل حاجه كان قالها ووعد بيها قبل الجواز طبعا اختفت مع اي حاجه، وتحول الزوج والزوجه اللي هم نفس الشكل التقليدي للازواج. طبعا هم كانوا متخيلين ان هم هيغيروا الحياه، اللي بيحصل بقى مش كده. اللي بعد اول بيبي البنت بتاخد شنطتها كده وحاجتها وتلم حالها ومحتلها، وتنتقل من اوضه الزوجيه لاوضه الاطفال، وتبقى هو ده استقرارها وحياتها، شغاله طول اليوم في البيت وسهرانه طول الليل بالبيبي، وهو يدخل البيت يروح الشغل الصبح، طبعا مش عايز نكد على الصبح، يرجع من الشغل ياكل وينام، ورفع شعار ممنوع الزن والنكد ومش عايز هيصه، البيت لازم يبقى سكتم بكتم عشان خاطر هو يرتاح. وهي تبتدي بقى الست وهي في الطحنه اللي هي فيها، تلاقي نفسها تعبانه هلكانه شقيانه، تبتدي بقى معاها رحله المسكنات. ما هو المسكن ده اللي بيطبطب علينا من التعب اللي احنا فيه، الكالسيوم اللي بيختفي من جسمنا، وخشونة الركب، والتكسير اللي في العظم، والأنيميا الحادة اللي بتيجي للست بعد الخلفة، كل ده بتستعوض عنه يا عيني بمسكن. ويبتدي الزوج يقولك لا، أصل المسكنات دي انت بتاخديها لمزاجك، بقيتي صاحبة كيف يا حبيبتي؟ هتقولي ايه بقى؟ شنطة المسكنات أو شنطة دواء الصداع اللي دايما موجودة جوه شنطتنا، الكيس ده عارفينه؟ طبعا كل واحدة فيكم عارفة هو في شنطتها ايه، بتاع دواء الصداع والدواء والتاني اللي هو بتاع الضغط والأدوية دي كلها، هو شايف إن هي كيف، وإن انتي ربنا يتوب عليكي منه، وإن انتي كمان
بتاخدي الحاجه دي بمزاجك، تكوني بقى مش شقيانه ولا تعبانه ولا كل اللي بيحصل ده، ما بيحصلش خالص خالص تماما. وتبتدي الست في حاله غريبه جدا، وممكن توصل بيها المسكنات لحاله اصعب، وهي الادمان. اه والله ادمان، زي ما بقول لكم. انا عايزه اقول لكم ان قدام كل راجل في مصر، كل 13 راجل مدمن في مصر قدامه واحده ست مدمنه. يعني دي احصائيه معموله على فكره، ده مش كلام. لو احنا حسبنا بقى ان في 22 مليون مدمن في مصر، وده رقم حقيقي بجد، يبقى بنتكلم في من 2 ل 3 مليون انثى مدمنه. مدمنه، مش بقول بتاخد مسكن او حاجه، لا احنا بنتكلم في ادمان. ومش ودول بقى اللي معروفين، اللي هي الاحصائيه جابتهم، لكن في عدد كبير جدا احنا ما نعرفش عنه حاجه. طبعا انتوا عارفين في مجتمعنا ثلاث ارباع الحاجات من الدائريه زي ما بيقولوا. المشكله هتقول ان احنا بنقفر، وهتقول ان احنا بنزود في الحوار. لا على فكره، الست بجد بتوصل لمرحله صعبه جدا. وانا ببقى نفسي اقول لكل راجل، انت لما بتعيا ما شاء الله بيبقى الراجل طول بعرض هيركليز يا اخواتي. ولو لو تعب، ده لو صباعه بس تعب، بياخد له اجازه اسبوعين وينام في السرير. وطبعا الجاريه ميمونه هي اللي بتخدم وبتشتغل على كل حاجه طول الوقت، تاكل وتشرب وتدي الدواء في بقه، كل ده علشان خاطر هو يبقى مبسوط. وبعد كده ياخد اسبوعين تانيين نقاهه، وفي النقاهه هو عايز يقعد سلطان زمانه في البيت، وهي برضو تاخد بالها منه. في المقابل هي لو عندها ايه من الامراض، فهي عندها دور برد وبتتدلع، ولازم تاخد مسكن عشان تقوم تشوف اللي وراها، ولازم تيجي على نفسها عشان تخدم الكل اللي حواليها، حتى لو هي نفسها محتاجه اللي يخدمها. في بقى ستات وصل بيهم المرحله، وطبعا نتيجه عن زواج فاشل وقاسي، وممكن يكون في ضرب واهانه ومذله، انها توصل لادمان ترامادول. ودي حقيقه، في ستات كتير قوي للاسف وصلت لنا في الصفحه وبعتوا لنا رسائل ادمنوا ترامادول. يا ريتهم ادمنوا ترامادول عشان خاطر هم صحاب كيف زي ما في بعضه بيتخيل، لا، دي ادمنوا ترامادول عشان تقدر تكمل الطحنه اللي بتبقى موجوده فيها طول اليوم. بعد الفاصل هقابلكم مع ساره سليمان، مدرب تنمية بشرية ومدرب زوجية، او انا تقريبا قلت التايتل غلط، بس معلش اعذروني عشان جاي متدربكة من الزحمة. هي هتقابلكم دلوقتي بعد الفاصل، وهنتكلم معاها عن ازاي الست توصل لمرحلة انها تعمل ريلاكس مع نفسها، او تاخد خمسة ريست زي ما بيقولوا، بدون ما تحتاج لا تاخد لا مسكن ولا لو لا قدر الله تدمن المخدرات. هقابلكم بعد الفاصل وانتظرونا. رجعنا لكم تاني في المفروز، ومعانا ساره سليمان، ريليشن شيب اند لايف كوتش، مدربه علاقات ومدربه حياه. هنتكلم دلوقتي معاها عن ازاي الست تقدر تعمل ريست، تاخد خمسه كده بريك عشان تقدر تواصل الطحونه اللي هي فيها. اهلا بيكي يا ساره، منوره معانا المفروز. ميرسي ميرسي يا رب. بصي يا ساره، احنا دايما بنتكلم مع الستات وتقول لك ايه، انا مضغوطه، انا مش قادره، انا حالتي النفسيه زي الزفت.
وطبعا ده اساسي كلنا بلا استثناء بتلاقي عندنا حاجه في صداع كده متلازم معانا طول الوقت، تحس كده ان هو بقى صاحبك تمام ماشي معاكي ولا ايه بالظبط، موجود في دماغنا على طول، صداع ما بيروحش. تمام وللاسف معظم الستات في الوقت ده بتلجأ للادويه تمام وللمسكنات، ودي بقت حقيقه بقى، كلنا ماشيين بشنطه بكيس كده فيه مسكنات جوه شنطه. تمام نعمل ايه بقى الست عشان تتخلص من التوتر ومن الضغط ده بدون ما تلجأ للمسكنات؟ بصي، هو بلا شك يعني انت لما بتكوني مضغوطه وبيصيبك مثلا زي ما بتقولي صداع او الام جسديه او كده، انت بتحسي ان اسهل حاجه هعملها ايه؟ ان انا هاخد العقاقير المسكنه سواء كان مهدئ او سواء كان مسكن او كده. لكن هو ده الحل الاسهل والاضر يعني. لكن في حل تاني اكيد الزوجات لو فكرت فيه هتحس ان هو ممكن على المدى الطويل يفيدها اكتر. في الاخر انت عايزه ايه علشان بيتك؟ يعني انت بتعملي بتخدمي بيتك ليه؟ انت عايزه تفيدي اولادك وتحققي ذاتك فيهم وبيتك يبقى بيت ناجح وهكذا. فبالتالي الامثل هنا ان انت تحافظي بقى على صحتك عشان تقدري تدي الاطفال دول. لا ده الستات بقوا مدمنين اهمال في صحتهم. ما هو احنا بنحب ندمن بقى الحاجه السليمه مش الحاجه الوحشه. يعني انا بنصح الستات جدا ان هي لازم يكون ليها الهواية اللي هي تحب تمارسها، مثلا تخصص لنفسها وقت في اليوم، تمارس رياضة. يعني لو بصينا كده شوفنا ايه الحاجات اللي ممكن خلصها من التوتر اللي هي بتبقى فيه طول اليوم. ما احنا بنقول ان احنا عايزين على نعمل حاجة تكون مستدامة وطويلة طويلة المدى وطويلة النفول. انت بتاخدي المسكن يا رؤى دلوقتي هيقعد معاكي قد ايه؟ 4 ساعات مثلا. تمام، هيقعد معاكي 4 ساعات، هتضطري لو ما كانش الصداع راح هتاخدي غيره. فانت بتقعدي تاخدي في ادوية ورا التانية ورا التانية، فبتضري صحتك بالظبط كده، اللي هو اللي انت اصلا محتاجاها اللي هو الاسيد بتاعك علشان تقدري تواكبي توتر الولاد ومشاغلهم وكده. فانت بتدمري الاسيد بتاعك وفي نفس الوقت ما بتاخديش المفعول الطويل. فاحنا بنقول ان انت لو عايزه تتخلصي من التوتر بتاعك لازم يكون ليكي يوم في الاسبوع بتمارسي فيه نشاط معين، او يكون في ساعه كل يوم بتمارسي فيها نشاط معين. والنشاطات تتعدد، يعني ثبت مثلا علميا ان الحركه بتاعه الخياطه اللي هي اللي فيها رتم كده، رتم مستمر ان انت قاعده بتخيطي مثلا، الحركه دي بتعمل مثلا ستريس ريليف او بتفك الضغط مثلا. التمشيه يعني كويس جدا، الستات خيطوا بقى خيطوا خيطوا بقى كل هدومي متقطعه امسكوها خيطوا. الريتم ده مجرد دخولك في الريتم ده بيعمل ستريس ريليف. الحاجه الثانيه ان انت مثلا تتمشي او تروح الجيم. ما تحاوليش تقنعيني ان انت مش ممكن نص ساعه قبل ما الولاد يكونوا خلاص داخلين يناموا ولا خلصوا واجباتهم وبيعملوا اي حاجه فراغ، ان انت ممكن تقومي لابسه هدومك وتلفي نص ساعه حوالين البيت. لو حصل حاجه هيكلموكي مثلا في التليفون يا ماما تعالي بتاع. لكن الفكره ان انت عملتي ايه؟ انت خرجتي من النمطيه والريتم المستمر اللي انت وصلك للتوتر، خرجتي منها وفي نفس الوقت بصيتي على منظر مختلف، شميتي هوا مختلف، عملتي تجديد لحياتك بالظبط كده. طيب انا عايز اقول لك حاجه، ازاي الست ممكن وبالذات الام تقدر تنظم يومها بالذات في وجود اطفال وخصوصا لو كانوا بيبيز يعني لسه محتاجينها قوي؟ تمام، هي بلا شك ان في فتره في حياه الام هي عارفه ان الفتره دي مثلا فتره الولاده والرضاعه، هي عارفه ان في السنتين دول مثلا هي في طفل محتاجها. الطفل ده يعني هي مسؤوليه كامله عليها ناحيه الطفل، يا طفل ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يلجا لحد تاني غير، فهي بتبقى مضغوطه في الفتره دي. لكن لازم تكون مثلا بتاهل نفسها ان هي اول ما الطفل هيدخل الحضانه بس تكون هي سجلت في بعدين. لا لا مش بعدين، هي لازم تكون في استراتيجيه هي ماشيه عليها في دماغها حتى لو ما كانتش بدات خطوات فعليه. ان انا مثلا هبتدي اول لما اخلص، انا جدولت مثلا اسبوع ان انا هبتدي دراسه معينه او هبتدي انزل الجيم او هبتدي اشتغل او ايا كان. المهم ان هي عارفه ان في منفذ. خلي بالك يا رؤى، المعاني دي كلها السلبيه موجوده فين؟ موجوده في دماغنا. في دماغنا ايوه. انا صانع معاني، انا بعيش كصانع معاني، انا بصنع معاني، مينينج ميكر، طول حياتي عايش بصنع معاني. لو انا صنعت معنى ان حياتي كده وكئيبه ورتيبه ومفيش امل، يبقى انا هعيش الحياه دي. في جمله لطيفه قوي احب اقولها، ان الكواليتي بتاعت حياتنا هي الكواليتي بتاعت كلامنا. انا لو معانا مكالمه، معلش هقطعك، معانا مكالمه بس هم بقالهم كتير قوي عاملين. مين معانا؟ الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا رؤى؟ الحمد لله. مين معايا؟ انا رأية. رأية، ازيك يا رأية؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا عارفه الرأية اللي معاك في الصفحه على تيك توك. ازيك؟ ما انا عرفت ان انت قبل الرأية. ازيك يا رأية؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد
الحمد لله. عندك سؤال بقى ولا بتتصلي بس كده عشان؟ لا انا طبعا انا عندي طبعا كلام للدكتوره وكده، بس انا حابه برضه اودي حاجه عن طريق البرنامج، ان في رجاله كتير بتهاجمنا ان احنا بنبقى مفروسات من ازواجنا، يقعدوا يكلمونا ويردوا علينا بيهاجمونا، يقولوا لنا ده هو اللي انيكوا ده هو كده. انا نفسي اوصل حاجه ان احنا مش متضايقين او مش مفروسين من الشخص نفسه. ايوه طبعا، يعني الناس دي بس لازم تفهم ان حتى لو الست كانت متضايقه من جوزها، فهي ما عندهاش اي استعداد ولا اي يعني اي وقت او اي حاجه ممكن تديها لاي حد تاني. هي خلاص سيستمت نفسها على جوزها وعلى حياتها بالمنظر ده. ايوه احنا بس بنبقى متضايقين من مواقف، بنبقى محتاجين تقدير لينا. تقدير للست اللي بتخلي يعني الحاجه اللي بتفرقنا وبتضايقنا، فاحنا بنعبر عن طريق الفرق ديت بطريقه كوميديه ممكن تهون على الستات. يعني ممكن واحده تكون داخله متضايقه من جوزها، صح منه موقف. يا رب هم يسمعوكي ويصدقوا، يا رب يسمعوكي ويفهموا يا رأي دلوقتي ان احنا بنهون على الستات مش بنزود على الستات ولا بنزود على الرجاله زي ما الرجاله بتقول يعني. ميرسي يا رايا على اتصالك يا حبيبتي، ميرسي ميرسي. معلش قبل بقية بقى معانا في الصفحة وكانت انا عايزة توضح وجهة نظر. تمام. طيب في حاجة احنا اتكلمنا عن العلاج بتاعي، الست دايما هي الوحيدة اللي في البيت مش بتاخد اجازة. اوكي. يعني دايما على طول بتشتغل يعني مطحونة دي حقيقة. ازاي بقى تقدر تجدد بقى من حيويتها؟ اوكي. غير موضوع ان هي تاخد نص ساعة، يعني هل في طريقة تانية تجدد من حيويتها؟ بصي انا في واحدة من الحالات اللي كانت جات لي وانا بعمل تدريب بتقولي انا نفسي في علاقة، يعني العلاقة مع زوجي تتحسن، وهو له هواياته ونشاطاته وكده، ومش لاقي وقت اقعد معاه. فمسكنا الاسبوع التالت، طب تعالي نجدول الاسبوع كده ونشوف انت ممكن يعني انتوا الاثنين تقدروا تعملوا ايه حاجه مع بعض في الاسبوع. فقالت لي الاثنين كده بالظبط كده، فقالت راحت قايله لي بس ابعد عن التلات لان التلات ده الخروجه بتاعته. فقلت لها الخروجه بتاعته، طب كويس يعني هو بيمارس نشاط معين، هو ليه وقت معين يخرج كده. فقالت لي انا ما ينفعش اطالب باي حاجه من التلات عشان انا عارفه ان التلات ده بتاع الخروجه مع اصحابه. قلت لها حلو قوي، وانت انهي يوم بتاعك؟ فقالت لي لا طبعا ما عنديش يوم. قلت لها خلاص يبقى احنا محتاجين هنا ان انت تتفقي مع زوجك ان انا كمان محتاجه هوايه امارسها، انا كمان محتاجه. بصي الست محتاجه تحس ان هي كائن محترم مقدر ان هو بيهتم بيها، وده اللي هيمنع جهل للاسف في العلاقات. احنا فاكرين ان الجواز كده يعني يلا اي حد بيتجوز ومش مشكله، لا بيدرس ولا الزوج بعد كده للاسف. فانه يعني ان العلاقه الزوجيه دي او الجوازه دي هتبقى الجزء الثاني بتاع قصه سندريلا، جه بقى الامير وانقذها وخلاص. طبعا ده مش واقعي، والواقعيه مطلوبه جدا لان الزوجات بيخشوا الجوازه للاسف يصدموا من الواقع. فبالتالي رومانسيه ولا هو عارف اللي هو كان بيقوله قبل ما هو ينفذه. ما هو يا رؤى ما يعرفش احتياجات المراه. هل انت عندك النهارده كورسات؟ هي بدات الحمد لله الفكر ده ينتشر في مصر ان في كورسات للرجال والنساء. بجد عايزين يبقى في كورسات بجد. بصي هو موجود الحمد لله طبعا تاخد طبعا، واحنا بنشجع ده جدا كمدربين في كوميونتي مدربين النهارده الحمد لله على خبره عاليه جدا من المعرفه في المجالات ديت، مجالات الجواز والعلاقات وحتى ما قبل الزواج. عارفه ان احنا لما بنقول لواحده عن حاجه بتحصل في الجواز بتقول لنا لا 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 يا جماعه انتوا بتقفروا، انتوا مش هو لا مش كده بقولك، هو اما فاكرين ان الجواز امتداد لقصه ديزني اللي هم بيشوفوها في الكرتون. طبعا ده جهل، والجهل مؤذي مفيش كلام للاسف. فاكيد انا ايه بقى السلاح اللي اقدر احارب بيه حاجه زي كده؟ هو المعرفه، اني اتعلم ان الزوج يعرف يعني ايه احتياجات واحده ست. على فكره الستات عندهم قدره عاليه جدا على التحمل، مش اكل وشرب ولبس. خلينا واقعيين، الست في الاخر تقدر تستحمل ولا لا؟ بتستحمل عامه، بيستحملوا كتير قوي. ده حقيقي. تعرفي بقى ان ايه اقوى مسكن للست فعلا في حاله انها مضغوطه وستريسد قوي من الشغل البيت؟ بس كده لو جه الراجل بذكاء وراح قال لمراته طبطب عليها كده وراح قايل لها ربنا يكون في عونك انا عارف انك شايله حلوه، خلاص ده اقوى مسكن ليها. بس مين الراجل اللي عارف ده؟ هو بيبقى فاكر انها بتشتكي عشان بتتذمر، انها بتشتكي عشان دلوعه، انها بتشتكي علشان الراجل عامه شايف الست دلوعه. أيوة. اللي هي ما دي لو اعوذ بالله لو هي مريضه بامراض ايه؟ شايف ان هي بتدلع وان ده كله دور برضه. تمام، يبقى قولي لي انهي مسكن بقى في حالتها دي هيبقى مفعوله اقوى وهيبقى مفعوله اقوى؟ عارفه اللي بيحصل ايه؟ الست بتكتئب وبتنزوي كده وبيجي لها حاله من الاحباط رهيبه وتفضل تقول لك ايه؟ اه عيشي والسلام.
ما هي انت كده بتدمري حياتك. للاسف بيدمر حياتها. ده حقيقي، ده حقيقي. في حين ان الراجل ممكن يكون له دور فعال جدا هنا. كلمه حلوه، دعاء ليها، ربنا يصبرك، مفاجاه ورده. يعني ما تقنعنيش ان انت مشكلتك الازليه انك مش لاقي مثلا محل ورد، او ان انت مثلا الرد مكلف. الاساسيه في انه مش لاقي مكان يركن فيه العربيه عشان نجيب الورد. تمام. فاحنا بننصح برضو الازواج بعد النصايح الذكيه اللي ممكن ما تكلفوش. مالها الشوكولاته؟ غلطه يا رب. زي والله ما تكلفوش. شوكولاتايه ب2 جنيه وانت داخل، وهو ده فعلا كده هتلاقي شوكولاتايه، تخيل هتفرح بيها جدا والله. بالظبط، هو ده المسكن الحقيقي اللي انا انصح الرجال ان هم يدوه لزوجاتهم. انت في الاخر عايز الست ديت تربي كويس، تعلم كويس، تدير البيت كويس بطريقه انت تحترمها وتقدرها وتحس انها يكون في توافق كمان بين طريقه الاداره. يعني تمام. لما هي تبقى بتدير البيت يبقى انت معاها على نفس اللاين، ما تبقاش انت الناحيه الثانيه، ما تبقاش انت المدمر. لا تعالي بقى هنا لباب اخطر بكتير. انه يجي مثلا راجل يقول لها ما هو اصل انت فاشله في الاداره، ما انت لو كنت زي مديره كويسه زيي تعالي بقى اعلمك اداره. يبقى انت كده هنا بتكسر من قدراتها. بالزبط. في حين ان هي ساعتها ممكن تقول لها طب مش عامله. بالظبط كده. يبقى هنا مشكله تواصل، ودي مشكله كبيره جدا في المثلث بتاع الحلول العمليه للزواج الناجح. طب احنا كان في مشكله مهمه قوي عندنا، ان احنا في واحده ست بعت لنا ان هي للاسف ادمنت ترامادول، ومش ادمنته لفرفان او اللي هي صاحبه مزاج، هي ادمنته عشان تقدر تواصل حياتها اليوم في اليوم. تمام. الست دي تنصحها بايه؟ او ايه اللي هي ممكن تعمله عشان تخرج بره الحاله اللي هي بقت فيه؟ بصي انا هاخد من كلامك اللي انت قلتيه دلوقتي، انت قلتي لي هي اضطرت تدمنه علشان يخرجها من الحاله اللي هي فيها. طب لحظه واحده، انا قلت ان احنا صنيعي معاني، احنا عايشتنا كلها من ساعه ما اتولدنا لغايه احنا احنا تقريبا يا جماعه وقتنا خلص، وللاسف احنا كان محتاجين وقت كتير قوي 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 عشان نقدر نحل المشكله دي. هاخد كلمه صغيره قوي من ساره، وان شاء الله وباذن الله هنشوفكم الحلقه الجايه. تختمي معانا بايه يا ساره؟ تحبي تقولي لهم ايه؟ انصح الاثنين، انصح الستات ان هم يتواصلوا مع ازواجهم، يكونوا صريحين، تكلموا عن رغباتها، تتكلموا عن اهتماماتها، تقول له ايه الحاجات اللي هي محتاجاه منه. انصح الازواج ان هم يستمعوا، مش عايزاك تشيل معاها وتحط وتغير، يعني مجرد كلمه، مجرد تقدير، مجرد شكرا، اكيد هتفرق معاها كتير قوي. اكيد. عايزه اقول لكل الستات كلمه مهمه قوي، حبي نفسك وقدري نفسك، ما تستنيش من اي حد ان هو يقدرك، لان انت لو ما حبيتيش نفسك واهتميتي بيها قوي مفيش حد تاني هيهتم بيكي. وصدقيني في الاخر انت اللي هتبقي خسرانه، لان في الاخر كل واحد هيروح لحياته وانت اللي هتبقي قاعده. خسرتي صحتك وخسرتي حياتك علشان قعدتي تيجي على نفسك طول الوقت علشان خاطره. مش بقول الام ما تضحيش، لا الام تضحيه، بس زي ما بتضحي عشان غيرك خدي بالك كمان من نفسك. هقابلكم الحلقه الجايه ان شاء الله وباذن الله في المفروسه، ودي هتبقى اخر حلقه لينا قبل رمضان ان شاء الله. اشوفكم في الحلقه الجايه. مني ليكم الف سلام وتحيه. روعه كمان. شكرا يا ساره، ميرسي جدا على الحلقه الجميله.